خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله، إنجازات النادي الأهلي، إنجازات النادي الأهلي التي لن تتوقف. مشروع أو نادي الأهلي، نادي الأهلي الأقصر، إن شاء الله خلال الفترة الجاية أو خلال الأيام القليلة القادمة سيتم افتتاح أهلي الأقصر. إنجاز جديد يضاف لمجلس إدارة النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي اللي جه من أول يوم وعد كل أعضاء الجمعية العمومية ووعد جماهير النادي الأهلي وبيوفي دايما بوعده، لكن المرة دي بنشوف الوحدة الاقتصادية الكبيرة اللي كانت خارج الصندوق، الوحدة الاقتصادية اللي ما كانش قال عليها في البرنامج الانتخابي، ولكن دي كانت أفكار خارج الصندوق. مستقبل النادي الأهلي 2045، في رؤية مستقبلية للنادي الأهلي، وهو ده اللي عودنا عليه مجلس الإدارة، ما بيشتغلش النهاردة بس، بيشتغل ل 2045. شفنا تطوير قناة النادي الأهلي، الحمد لله قناة النادي الأهلي تطورت بشكل كبير، شفنا الاستوديوهات، شفنا كل البرامج الرياضية، وشفنا تفاعل الجمهور دلوقتي مع قناة النادي الأهلي. شفنا استاد الأهلي والسلام، ده كان نقلة كبيرة جدا، وشفنا إن النادي الأهلي بعد ما كان بيسافر في أماكن متفرقة وأماكن بعيدة دلوقتي بقى ليك ملعبك اللي بتلعب عليه. أيضا أهلي الأقصر، دي النقلة الجديدة خلال الأيام القادمة إن شاء الله للنادي الأهلي، وده أيضا شراكة مع شركة استادات الكبيرة، الشركة اللي اتبنت ضخمة واتبنت كبيرة منذ لحظاتها الأولى. فكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي وفريقه ومجلس إدارته خلال الفترة القادمة.